مساء الخير يا حلوين، يا اغلى واحلى متابعين. اليوم يا حبايبي جبت لكم فيديو لطيف كتير. حمامة اجت حطت البيض عندي بالبلكونة بقلب شقف الزريعة، بقلب قوار الزريعة. قعدت وحطت الخيوط تبعها وحطت البيض، وكأنها هي يعني اساس انا مو شايفتها. طبعا انا حاولت ما ازعجها، حاولت صور لكم اياها قد ما قدرت لانه عجبني منظرها كتير وفعلا حلو وجميل. سبحان الله كيف بتقعد على البيض وبتراقبه، لما بتطير شوي بيقعد الذكر. لاحظت يعني عصفور تاني بيجي، طير تاني من الحمام بيجي بيقعد مكانه او بيقعد جنبه، بيوقف جنبه على حفة البلكون. منظر كتير حلو سبحان الله. حتى الحيوانات والطيور بجسدوا الأمومة بطريقة كتير كتير حلوة. حبيت شارككم بالفيديو. هي حطيت أول شي بيضة، بعدين بيضة تانية، يعني حطيت مجموعة بيضتين، بس الحقيقة طلع بس واحد. قدرت أسرق هالصورة سرقة منها، وحاولت أني ورجيكم إياه هون وشارككم معي بهالمنظر البديع سبحان الخلاق العظيم.